بين العمل المنزلي ومزاولة عمل تصميم الأزياء تضيف نجلاء الحبيبي الرسم كهواية تستأنس بها حياتها. هي زوجة وأم لطفلين تقطن بمدينة آسافي ببيت تمارس فيه هوايتها وعملها. وفي ظل الظروف القاسية التي يعيشها الفنان بالمغرب عموما وبمدينة آسافي خصوصا، نجلاء صنعت لها اسما وسط الساحة الفنية. والفنان اليوم بمدينة آسافي. بالنسبة لي الفن امتى بديتو؟ انا من نهار عقلت على راسي وانا ترسم، يعني ما عنديش واحد وقت معين، ولكن تقريبا مني خرجت للساحة الفنية تقريبا عام دابا باش خرجت للساحة الفنية. بالنسبة لمدينة آسافي والفنان في مدينة آسافي، للأسف يعني حالة متدهورة، كي محتاج للدعم، محتاج للسند، محتاج أنه يبان. وكنعاود نقول بأن الفنان في مدينة آسافي كيستحق أكثر وأكثر وأكثر، لأنه فعلا فنان. هذا الشيء كله منقطع. الجمعية التي قمتم بتأسيسها مؤخرا، ظروف هذا التأسيس والأهداف ديالو؟ اختارينا باش نأسسوا الجمعية لأهداف كنقولها لأهداف سامية، يعني ما عندناش غرض معين إلا بغينا نرقاو بالفن في مدينة آسافي ونخرجوه للعالمية ونوصلوه
المدن الأخرى ونبينوا بأن مدينة أسفي فعلا فيها فنانة، بأن مدينة أسفي ماشي هي ذاك المدينة اللي كيعتقدوا أغلبية المدن أو أغلبية السكان ديال المدن الأخرى، لأن يعني مدينة أسفي مدينة عربية أو لا أسي فعلا كلمة كنعاود نقولها، لأنني يعني قلتها في واحد الروبورتاج الآخر ولكن هذه واقع. بغينا نعرفوا مدينة أسفي وبغينا نلقاو بالفن المسفيوي المغربي للعالمية. بغينا نشدوا بيد الفنان، نحاولوا نديروا ليه معارض لانه يستحق معرض، رغم انه ملي تمشي عند فنان تقول له اجي تعرض معنا تيقول لك انا ما نقدرش، انا تناكل طرف الخبز مع داك التابلو، لانه باش يعرض هو خصو يوجد واحد 30 تابلو اولا 22 تابلو اولا باش يدير واحد المعرض. الوغ هو داك لو طون لي غادي يفا لو غاسبيي بور لوي سي تان غاسبياج دو طون، ملي هو غيمشي يعرض الوغ هو غادي غاسبيي لو طون لانه غيضيع وقته، هو غادي يبيع خصو يبيع هذاك واحد شويه الطابلوات اولا خصو يجمع، لانه خصو مادام انه كيبيع ما يقدرش يجمع. لهذا حنا بغينا نحاولوا نساعدوا هذا الفنان. كاين واحد الاستاذ فنان تشكيلي تبارك الله ما شاء الله عليه في الرباط، شاف واحد الفيديو تاعي وقال لي بان الفنان ما تبيعش. هو سي فغي هذا هو الواقع، الفنان بالنسبه ليه الطابلو ديالو راه واخا يبيعو باش ما بغا يبيعو ما غيكونش موفي داك الثمن ديالو، ولكن هو الى بزوان دارجون اي واحد ما عندوش. انا بغيت نطرح جات الفرصه انني نقول هذه الكلمه، لان كاينين دي سالاري، كاين دي فنان واستاذ فنون تشكيليه، كاين اللي واحد عنده غير موهبه تاع الرسم ولكن عنده ان سالير، ولكن كاين واحد اللي عنده غير عطيه الله سبحانه وتعالى ديك الموهبه ديال الرسم. الو علاش حنا غادي نحرموه ونقولوا لا انت ما خصكش تبيع، انا الفنان ما خصوش يبيع؟ لا، فنان انا مادام انني كنبيع لو طابلو ديالي لشي انسان اللي غيحطو غيقدرو غيعسميتو وغادي نعاود ننتج وعاود ننتج، علاش لا ما غنبيعش؟ سي فغي هو الواقع ديالنا قليل باش كيتباع لو طابلو سي غار، ولكن كاين عاوتاني دي زارتيست اللي كيبيعو، ماشي هادي ماشي يعني كلشي ما كيبيعش. كاين فنانين اللي معروفين تبارك الله كيبيعوا بالثمن، وكاين حنا بالنسبه في المغرب ما كنبيعوش بالثمن، يعني حتى لا بتبع الطابلو الماكسيموم الى وصلت يوصل 5 مليون. باش نهضر كلمه اخيره، الكلمه الاخيره اللي غادي نقول انا غادي نقول كلمه اللي هي بانني الحمد لله وصلت لواحد الحلم كان عندي من شحال هذا، حلمي دوبي مون انفونس داتر اون ارتيست كونو. الحمد لله بور لانستون جو سون كو وصلت لواحد لو سوكسي، السوكسي اللي وصلت ليه رغم ان كنت بغيت نوصل ليه وماما كاينه، ولكن كنظن ان ماما كتحس بيا وهادشي سي سور، هذا اكيد. وصلت للجمعيه اللي نورمالمون ما كانش عندي مع الجمعيات وما كانش عندي مع هذا العالم ديال سميتو، ولكن مادام انني غادي نفرح بها واحد الشخص اولا نخدم بها، يعني غتكون جمعيه مثاليه. الحمد لله ديجا راني وصلت لشي حاجه اللي تصالحت بها مع نفسي، رغم اني وصلت انا واحد المده وصلت انني نكون مصالحه مع نفسي. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.